بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فهذا نوع من أنواع السحر المأكول. تقيأته امرأة مصابة به من مدة، وهذا واضح لأنه أسود، خرج عن طريق التقيؤ. هذا السحر مأكول واضح وضوح الشمس، لونه أسود، هذا واضح وضوح الشمس لونه أسود. هذا السحر مأكول، هذا السحر مأكول، والمرأة لم تأكل شيئا لونه بهذا اللون منذ شهور وليس منذ أيام أو ساعات. هذا واضح وضوح الشمس سحر مأكول، تقيأته بسبب الماء الذي كانت تشربه لمدة شهور، مقروء عليه الفاتحة وآية الكرسي. نسأل الله العفو والعافية والسلامة إن شاء الله.